للمزيد من النقاش والتحليل بينضم إلينا من القاهرة بيشرفني دكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية. برحب بحضرتك يا دكتور. وأيضا الأستاذ أشرف عكة خبير العلاقات الدولية. وأيضا برحب بحضرتك أستاذ أشرف وأهلا بك. وخليني أبدأ بالدكتور محمد كمال. في تقديرك يا دكتور، هل ممكن إسرائيل تتجاوب مع النية الإيجابية اللي أبداها حزب الله أنه على لسان نبيه بري، أو أنه يعني مستعدين أن احنا وقف إطلاق نار وإلى آخره؟ لا أعتقد ذلك الحقيقة. وخلينا نبدأ يعني القصة من البداية أو بداية الخيط. بداية الخيط 7 أكتوبر هجمات حماس، 8 أكتوبر بدأ حزب الله أيضا في إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل، وقال وقف إطلاق النار في الجبهة اللبنانية مرتبط بغزة. لكن اللي عايز أقوله الحقيقة أنه إذا كان طوفان الأقصى كان مفاجأة لإسرائيل، ساعد في إطاره طبعا للقضاء على حماس، فكان في هدف يسبق ذلك ومخطط له منذ عدة سنوات يتعلق بالقضاء على حزب الله والقدرات العسكرية لحزب الله. وبالتالي في هدف إسرائيلي كده معلن بيتعلق بعودة سكان الشمال مرة أخرى. لكن أنا شايف الهدف الاستراتيجي الحقيقة أنه إسرائيل بترى أن دي فرصة جت لها كده على طبق من ذهب لإضعاف حزب الله للقضاء على يعني القدرات العسكرية لحزب الله. وبالتالي لا أعتقد أنها سوف تقبل بأي مبادرة سياسية حتى تتأكد من تحقيق هذا الهدف أو أكبر قدر من هذا الهدف. زي ما حضرتك قلت في المقدمة، زي ما هيكون من الصعب القضاء تماما أو تحقيق ما يسمى بالنصر الكامل ضد حماس، لكن أيضا لن تستطيع إسرائيل تحقيق ما يسمى بالنصر الكامل تجاه حزب الله. ولكن إسرائيل الحقيقة لها خطط كما ذكرت وضعت من عدة سنوات، يعني الهجوم على البيجرز ده خدت سنين صحيح. ولم يكن له علاقة بسبعة أكتوبر. إسرائيل يعني استبقت موضوع البيجرز ده بضربة أيضا للصواريخ. بعد كده البيجر ده والتوكي واكي كان الهدف منه القضاء على شبكة الاتصالات لحزب الله. الخطوة الثالثة كانت القضاء على الكوادر العليا والمتوسطة لحزب الله، ولسه الحقيقة مستمرة زي ما بيقول اللبنانية الحبل على الجرار. بالضبط يا فهم. الجزء برضو مهم الحقيقة من مش بس حرب غزة ولكن أيضا حرب لبنان هو ما يسمى باستعادة الردع الإسرائيلي.